عن جديد، يمكن بشهر 5 عملنا كلمة عن العذراء، وهيك شفت انه ولا ممكن يقطع عيد الميلاد وما نرجع نقول كلمة، بس كمان طلعت عن العذراء، وكمان عن جديد برجع بقولكم رح تقولوا لي شو في شي جديد بعد بدنا نحكي، بس انا بعتبر انه بضل في شي جديد، لانه سر العذراء يمكن بعدنا بنجهل كتير منه، وبدنا بعد كتير نعرف، يمكن بكرة بالأبدية لما أكون وجها لوجه فوق رح نفهم كتير أمور، يمكن الروح القدس عم بجرب كان يفهمنا إياها على الأرض، ويمكن معرفتنا قدرت تدرك أو تفهم البعض منا. فهيك يعني نظرا للأزمنة اللي نحن فيها، هالأزمنة الصعبة، وبتمنى انه يكون في ناس بلشت توعى على خطورة هالأزمنة. هلا عم نودع سنة ورح نبلش سنة، والأمور على صعيد العالم كله عم تغلي، بس نحن منا متفاجئين، محضرين، عارفين، وعطر الانتصار بلشنا نشمه، عم نحس فيه، لأنه قد ما يقوى الشر هلا يعني الانتصار قرب، يعني الشيطان بلش يفلس، بده يحط كل طاقته كل أسلحته كرمال يجرب يعرقل خلاص النفوس، بس في مين بالمرصاد؟ مشان هيك بدي بلش كلمتي للقديس لوي ماري جنيون دو مونفور بكتابه الإكرام الحقيقي، بيقول إن قوة مريم ضد الأبالسة ستسطع بنوع خاص في الأزمنة الأخيرة. يعني هلأ قوة العذراء هلأ عم السما عم تكشفها بقوة، مشان هيك كترانين أعدائها للعذراء، كل ما العذراء قوتها عم تبين كل ما أعدائها عم ببينوا من الداخل ومن الخارج، مش بس من الخارج. بكف القديس عندما ينصب الشيطان فخاخه أمام عقبها، أي أمام أبنائها المتواضعين الذين تدافع عنهم وتقودهم في المعركة ضد شر إبليس. يعني عم يحكي عن معركة القديس لوي ماري، وكيف الشيطان بده يستهدف أبناء العذراء المكرسين للعذراء، يلي بيقولوا لهم المريميين، يلي هي رح تدافع عنهم، هي رح تقودهم للانتصار بهالمعركة. مشان هيك وقت بلد يروح على الحرب أو يضطر يروح على الحرب أو بجروه للحرب، أهل هالبلد من دون ما يفكروا دغري بيركضوا تيدافعوا عن أرضهم. وبالأزمنة الأخيرة هلأ بهالأيام، نحن بالأيام الأخيرة، نحن المسيحيين لازم نكون واعيين إنه نحن مش أبناء بلد معين، نحن أبناء السماء، وهيدا كلام يسوع لقلنا. يوم الروحاني المسيحي اللي بيصلي لحاله ببلش مثل ما بقول يسوع، وأنا متى ارتفعت جذبت إلي الجميع. نحن كل ما نصلي أكتر، كل ما نغوص أكتر بالإربان بمحبة العذراء لإلنا، كل ما منرتفع منصير نطلع نشوف الأرض صغيرة والسماء قدامنا عم تكبر، وعم نشوف أسراره، وعم نحس قداس صرنا قرابة من السماء. مش هيك يسوع قالنا لأنكم لستم من هذا العالم، وهيدا الكلام منه موجه للكل، موجه للذين بيقول يسوع أعطي لهم أن يعرفوا أسرار الملكوت. ومين غير أم الله اليوم عم تكشف لنا أيام أسرار الملكوت؟ مش هناك كمان ماربولس بيقول لأن ليس لنا هنا مدينة باقية بل نسعى إلى الآتية. ما في شيء بقى أصلا، مش ما بدي يكون متشائم، بس الدمار وهول الدمار اللي جاي على الغرب شيء مرعب مرعب. وتنقدر نتقبل هالشي اللي جاي بدنا نعرف انه ما عندنا مدينة باقية هون، مدينتنا بالسماء. والقائد عم يدعينا للمعركة، في معركة، ورفضنا لهالدعوة انه ما نقاتل، او الخوف من خوض هالمعركة لانه في ناس خايفين هو عار، لازم نستحي. مثل ما بلد بفوت بحرب ينزل الكل ليقاتل،
ولا يدافع عن أرضه وأنت قاعد على جنب كأنك منك معنى. وفي ناس اليوم في نفوس ما عم بتحس إنها معنية بمعركة خلاص النفوس، منا معنية. ليه؟ لأنه كل نظر لتحت على التراب على المادة، مثل ما قلت ما عم تنجذب لفوق تتفهم إنه هي مدعوة تطلع لفوق وتجر مع أكبر عدد من النفوس، أكبر عدد. وهذا القائد يلي عم بحكي عنه هو العذراء. هي قائدتنا هلا، نحن بحاجة لقائد، بدنا ليدر، هي العذراء. وعطيتنا الأمر إنه نحارب، وعطيتنا أسلحة المعركة لنستعملها، وهلا رح نشوف شو هن، بنرجع أذكر فيهم. ومن الغبا نلبي نداء العذراء لندافع عن النفوس من دون ما نستعمل الأسلحة يلي عطيتنا إياها السما. رح أقول شغلة، مش العذراء اللي عطيتنا إياهم، السما عطيتنا إياهم من خلال العذراء. مش العذراء اللي قررت، السما قررت. ومن وقت القرون الوسطى، لك من أي أيام، العذراء عطيت سلاحين ما فينا نستغني عنهم ولا ممكن نستغني عنهم، سلاحين من بين أقوى العلامات المقدسة يلي هن الوردية، هذا أول سلاح والأقدم، والتاني سلاح توب الكرمل. انتبهوا في شغلة، إنه نحن عم نخترع هالأسلحة. صدقوني قديه بدنا تواضع تنقدر نفهم انه هيدا واجب علينا نستعمله، انه مش نحن اخترعناه. لما العذراء ظهرت على القديس دومينيك وعطيته الورديه وقالت له انه هيدا سلاح وهيدا هديه من السماء لكم تتقاتلوا وتنتصروا لخلاص النفوس، كيف بعد في مسيحيين اليوم ما بيصلوا الورديه؟ انه مش نحن توب الكرمل. رح نشوف انا وياكم، يعني مفترض كل مسيحي كاثوليكي لما نتعرف عليه او نلتقى فيه دغري ما نلاقي غير توب الكرمل والورديه، هيدا اقل شيء اللي موجود علينا ان كان بايدنا او على صدرنا. البابا ادريان الخامس قال عن الورديه، البابوات قالوا سلاح الكنيسه، يعني اليوم الكنيسه بمعركتها ضد جهنم سلاحها الورديه. وبيقول بالانجليزي سكورج اوف ذا ديفل، يعني مجلدة الشيطان. البابا هيك عم بيقول، يعني قد ايه لما ما لنا واعيين لمعركة، انه نحن اليوم معركتنا ليست مع لحم ودم. لما نفهم نحن معركتنا مع جهنم ساعتها بنفهم انه هالاسلحة سماوية فائقة الطبيعة روحية عم بتحارب كائنات روحية. مشان هيك الكاهن المقسم الشهير يلي مش من زمان مات، مقسم روما ابونا جابرييل أموس، بصرح مره بانه الشيطان اعترف له، والشيطان كان عم يتوجع تحت التقسيم، وبقول له لجابرييل أموس ان كل حبه من السلام الملائكي تشكل ضربه على راسي. يعني تخيلوا قد ايه عدد المسيحيين اللي بيكونوا عم بيقولوا افي ماريا، شو عم بيصير بالشياطين؟ شو عم بيصير فيهم؟ قد عم يتعذبوا. وبكفي وبقول الشيطان لو علم المسيحيون مدى قوة الوردية لكانت نهايتي. عم تتخيلوا لو نحن المسيحيين بس بلبنان بنفس الوقت بنفس النهار بنفس التوقيت كلنا صرخنا آفي ماريا، شو كان بيصير بلبنان؟ كان بعد بضل في شيطان عم يتحكم بهالبلد؟ كان لبنان اتحرر ونظف، نظف من كل شيء. تتعرفوا قد ايه الشيطان عم يقنع بعض العقول المتكبره المتشامخه القاسيه انه هيدي ما لها عايزه. البابا بيوس الحادي عشر بي اونز بانسيكليك كتبه انجرافاتشنتيبوس ماليس، يعني مع تزايد الشرور، بهالانسيكليك بيذكر الوردية وبيقول سلاح فتاك لطرد الشياطين. انتوا بس عم تتخيلوا اذا بي عيلة
بيش مع عائلتك اليوم بالليل: السلام عليك يا مريم، آذي ماريا. شو بيبقى بالبيت؟ بيتطهر وبينظف، هذا بي العائلة. كيف إذا كانوا أعضاء العائلة كلهم على صوت واحد؟ البابا غريغوار 16، البابوات عم يحكوا، مش أنا اللي عم بحكي، السما عم تنطق من خلالهم. بيقول: الوردية هي وسيلة عجائبية، الأكثر قدرة بين الوسائل الأخرى، الأكثر قدرة لتدمير الخطيئة واستعادة النعمة الإلهية. شو حلو هالكلام. البابا بولس الخامس بالإنجليزي بسميها treasure of graces، يعني الوردية هي كنز النعم. بدكن نعمة؟ كنز النعم، افتحوا افتحوا هالصندوق الكنوز واسحبوا النعم. شو بدكن؟ أي نعمة؟ الوردية كنز النعم، البابا عم بيسميها هيك. البابا ليون 13، ليون 13 يلي كتب أكتر بابا بتاريخ الكنيسة، كتب 11 أنسيكليك عن الوردية بس غير البقية، بأنسيكليك اسمه سوبريمي أبوستولاتوس أوفيشيو، يعني المكتب الرسولي الأعلى. بهالأنسيكليك بيستشهد بالبابا جول الثالث، يوليوس الثالث، بيقول فيها: الوردية هي مجد الكنيسة، the glory of the church. تخيلوا، يعني فخر لقلنا الوردية. بعد ما نقول لشو نصل الوردية، عم تخلص السنة هلأ وسنة وسنة ورا سنة والأيام أصعب، شو ناطرين؟ هذه رسالة العذراء قلنا هلأ بختام السنة. سلاح التاني، وهذا السلاح يلي ما بعرف إذا بدي أقول مش عم ياخد حقه بعد مثل ما لازم، التوب الكرملي البراون سكابلر، وهو كمان أساسي بهالمعركة لأنه هو درع وحماية. لكو كيف عم نتسلح؟ سيكون علامة خلاص وحماية في المخاطر وعهد سلام. طب أنا بآمن بهالكلام يا ملا؟ قطع عليه العمر هالكلام؟ expiry date؟ خلص؟ ولا هلا عم يرجع يتجدد؟ وبتكفي وبتقول له العذراء: وكل من يلبس هذا الثوب يكمن في فكري وفي قلبي وأنا أساعده في ساعة موته. لك شو حلو، كلمات مقدسة، كلمات نازلة من تم أم الله من السماء. قد هالكلمات برأيي يعني لازم تنكتب من حروف ذهبية. أم الله عم تحكي وبتعطيه وعد، وهذا الوعد يلي نحن يلي لابسين طب الكرمل مساكين فيه. بتقله كل من يموت وهو لابس هذا الثوب سيحفظ من النيران الأبدية. طب في بعض ضمانات عم تجينا من السماء لخلاص نفوسنا وعم نهملها اليوم. يعني ما بعرف شو بدول، انه من بعد أسرار الكنيسة، من بعد الإربان، من بعد الاعتراف، أهم سرين هول السلاحين، الوردية وتوب الكرمل، ما في نقاش فيهم بمعركة خلاص النفوس، ما في يناقش. وهذا مش كلامي، هذا كلام الكنيسة، مش كلام أبونا رالف، كلام الكنيسة. هذا الكلام يلي اليوم عم يتعتم عليه. طب ما تعرفوا الحقيقة، البابا بيدوس بيوس 12، بابا فاطمة المريمي بحديثه عن توب الكرمل، بابا عم يحكي عن توب الكرمل، بيقول: الثوب هو وسيلة لتحقيق خلاصنا الأبدي بأمان ضمانة. وبضيف: هذا الثوب المقدس هو علامة وعهد من والدة الإله من أجل حمايتنا. عهد منا، عهد. بعطي مثل ملك فرنسا القديس لوي ناف، حصل على الثوب وكان يلبسه بشكل سري لدرجة أنه خلصوا من الغرق بالبحر، مات هو لابس الثوب. ملك إنجلترا إدوار الثاني يلي ملك ببداية القرن الرابع عشر كان لابس الثوب، وحصل من البابا جون 22 يوحنا 22 على براءة بابوية
بيذكر فيها بهالبراءة الحماية العجائبية الممنوحة لهيدا الملك من قبل سيدة الكرمل. اليوم كلهم خاضعين لمخططات الشيطان لتدمير الكنيسة والإيمان وتدمير البشرية، بينما الملوك من قبل شو كان؟ قد طلع منهم قديسين، وهي غير القديسين يلي ما بينعدوا يلي لبسوا ثوب الكرمل وحكيوا عن هيدا الثوب. قديس شارل بورومي، قديس معلم الكنيسة ألفونس ليغوري، دون بوسكو، قديس برنادات سوبيرو بلبنان، قديس رفقة، قديس رفقة مش بس كانت تلبسه، كانت تخيطه وتوزعه. وأخلادية البابوات وخاصة القرون الثلاثة الأخيرة يلي حكيوا عن ثوب الكرمل، البابا بي 11، البابا بنوا 15، البابا بي 12، وبشكل خاص مين؟ البابا جون بول دو. جون بول دو لبس الثوب من هو عمره 10 سنين وقت محاولة اغتياله ونقلوه على المستشفى. أصر على الدكاترة إنه ما حدا يشلحوا الثوب، صرخ فيهم قال لهم لا تنزعوا هذا الثوب عني، حتى أنا وبالعملية بتتركوه علي. وبقولوا بعد لشو هالأمور؟ شقفة قماش، شقفة قماش. خيال مار بطرس خياله بالكتاب المقدس بأعمال الرسل، بس خياله كان لما يقطع الممسوسين يصرخوا الشياطين ويظهروا، غير لما كانوا يجيبوا المناديل ويدقوها تياخدوا شفاءات. هذا مار بطرس. كيف ام الله، كيف ام الله وتوبة المقدس. فاذا اني ارفض هالسلاحين اليوم، الوردية وتوب الكرمل، مثل الجند اليوم عم بيروح على المعركة بلا شيء، مش حامل شيء. ما وهالمعركة اليوم هيدا اللي عم نعيشها، في منهم مش فاهمين، مش شايفينه في معركة، انتبهوا. نحن فاهمين في معركة، مش معقول ما في معركة. انه شو الهدف منا وشو هو يلي على المحك، شو يلي عم نقاتل كرماله؟ النفوس. مشان هيك ما في البعض ما رح يفهم شو المعركة إذا ما إنه فهمان إنه أنا قضيتي خلاص النفوس. ومرة قلتها، القانون الأسمى أي القانون المقدس الأول في الكنيسة الكاثوليكية هو خلاص النفوس. ربنا بده الكل بالسماء، والأم الله بده الكل معه بالسماء، ما بده حدا يهلك. هاي هي المعركة اليوم، نفوسنا هي أرض المعركة، والشيطان بده هلاك، بده يجرب قد ما في قشة نفس ويغيظ الله، يقول له قشطتك ايه، قشطتك ايه، كنت متأمل منهم ما رح خليهم يوصلوا لفوق. هذا مشروع الشيطان من جهة الله والسماء والعذراء والقديسين، ما عندهم رغبة إلا بخلاص النفوس. ومن جهة تانية إبليس والشياطين والأرواح الشريرة كلها، جهنم كلها، ما عندها رغبة إلا بهلاك النفوس. ليكو هالمعركة اليوم عم نعيشها. السماء والملائكة بحبونا وعندهم غيري علينا، وجهنم والشياطين بيكرهونا، وكل طرف بده يينا معه للأبد. انت بك تنقي مع اي طرف بدك تكون. هيدي هي المعركة الأخيرة اليوم على الأرض عم نعيشها. هيدي هي معركة السماء وجهنم. هلأ نفوسنا هي أرض المعركة، ولهالسبب ولأنه هالحرب هي سوبر ناتشرال، فائقة الطبيعة، لأنه اليوم الشر اللي موجود منه شر عادي، يلي منه شاعر بعد منه روحاني، لأنه بدنا نكون كتير قوية بالصلاة تنقدر نفهم شو نوع الشر اللي عم يتحكم اليوم بالنفوس، شو اللي عم نشوفه حوالينا، شي غير طبيعي، غير طبيعي. ما حدا رح يقدر يقود هالمعركة عنا إلا مين؟ أم الله. شفتوا ليش نحن بحاجة إلى هون؟ القديس ماكسيميليان كولبي يلي بيقولوا له العنوان تبع اسمه مجنون مريم نياله، بيقول عن هالمعركة، إن الأزمنة الحاضرة هي تحت سيطرة إبليس. وعلى فكرة ماكسيميليان كولبي هو هيدا زماننا معاصر يعني، وبيقول وستزداد سيطرته عليها في المستقبل. لا يمكن للبشر أن يخوضوا بأنفسهم المعركة ضد جهنم حتى الأكثر ذكاء منهم. نحن لحالنا خسرانين، كونوا أكيدين لحالنا خسرانين،
وحدها العذراء تسلمت من الله وعد الانتصار على الشيطان، الأمر معلن في السماء. شفتوا ليش بحاجة إلى نحن؟ هي اللي بدها تدعس له رأسه، ما حدا تاني. مرأة سفر التكوين هي تسحق رأسك، مرأة رؤيا يوحنا، المرأة الملتحفة بالشمس. ومثل ما بيعلم الكتاب المقدس، بتعرفوا العهد القديم في كتير رموز عن العذراء بسفر الأمثال، وخاصة بنشيد الأناشيد الفصل 6. شو بيقول عنا؟ ليكوا شو حلوة هالجملة، مرهوبة كجيش برايات. ياي شو هالمشهد، عم تتخيلوا العذراء ماشية بالصولجين تبعها وجيش وحامل رايات وطحشين طحشين، هي القائدة. شو حلو شو حلو. وهون بزيد القديس ألفونس غوري بيقول عن هالآية إنها تعلم جيدا كيف تستخدم قوتها، إذا هي تعلم بالتأكيد كيف تهيئ جيشها وبأي أسلحة تزوده. هلأ 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 فترة المعركة التدريبات، الأسلحة كيف نستعملها؟ وحضروا لي حالكم يا ولادي، لأنه أنا من خلالكم رح أسحق راسه. وقد عم تتزايد اليوم وقاحة العدو بهجوماته على السلحين، الشيطان مش قادر يتحملهم، عم يقنع بعض المكرسين بعض العلمانيين، شو قولي شو قولون عايزة هول، عم بهيدي حربه اليوم على الوردية وتوب الكرمل أسلحة العذراء. دغري ردت العذراء وعطيت قلت له طول بالك، هول السلحين بس بعد عندي مجموعة بدي أقدمها لأولادي. دغري سما والعذراء عطيت سلاح تالت، ظهرت ببلد كان يسمى الفيه النادو الإجليس كاثوليك، بنت الكنيسة البكرة هي فرنسا. إذا بقلكن بس عن فرنسا شيء، لما أقول فرنسا قلبي بيوجعني، لأني ما في يقلكن فرنسا شو ناطرة. أكتر ظهورات للعذراء بفرنسا، ظهورات الكبيرة والمهمة، أهم القديسين ظهروا بفرنسا، وليكو فرنسا اليوم كانت عم تتهاجم بوقتها بقوة من وراء الثورة الفرنسية. وكل هالشي صار لأنه الملك لوي كاتورز رفض الأمر يلي انعطى من السماء لإله من يسوع نفسه للقديسة مارغريت ماري ألاكوب أنه يكرس الأمة الفرنسية لقلب يسوع الأقدس. ما بده شخص متكبر، قال لهم أنا جسوي لروا سولاي، أنا الملك الشمس. بدأ تجي هونيك راهبة تقول لي يسوع، في يسوع جي يحكيني إلي مباشرة، ليكو الكبرياء. وما عمل مثل ما بده يسوع بهالوقت يلي كان الإيمان الكاثوليكي بلش يتحارب بالفكر العلماني والليبرالي، وخصوصا بباريس يلي كانت نبع الفكر الإلحادي يلي بيقول إنه الإنسان ما بقى بحاجة لله، ما بقى بحاجة لله. وهون البابا الطباوي بيوس التاسع بست كانون الأول 1849 شو بيقول؟ إن الثورة ستكون من صنع الشيطان نفسه. أنت بنت الكنيسة البكر شوف شو محضر لك يا فرنسا. وبلش الثورة الفرنسية الأولى والثانية، ما ترك شيء. وبقول البابا هدفها شو كان هدف الثورة؟ تدمير كنيسة المسيح وبناء مجتمع وثني على أنقاضها. طلعوا اليوم فرنسا شو عم يطلع فيها. هون باجتماع سري قامت فيه فرقة من الماسونية، هالفرقة اسمها فونت سوبريم أو هوت فونت. هيدي الفرقة شغلتها بس تدمر الكنيسة والعقيدة والإيمان الكاثوليكي. بتقوم بتصرح هالفرقة وبتقول غايتنا الأخيرة هي هدف فولتير والثورة الفرنسية، أي القضاء التام على الكثلكة وحتى على الفكرة المسيحية. ونجحوا الجميع. أنا برجع بقول هون وبدعي، ما بعرف بقولها من القلب يعني بمحبة، كل اللي نعرفه الموجودين بفرنسا جاي أيام إن شاء الله تلحقوا تهربوا منها، اهربوا منها يا شعبي لئلا تهلكوا بخطاياه، لأنه اللي جاي عليا كتير صعب. وهذا الفكر انتشر بسرعة وبلش يبين مفكرين ملحدين وعلمانيين مثل مين؟
جون جاك روسو، جون بول سارتر، ومش هيك بلش يتبنوا أفكارهم. وللأسف في ناس بتتعلمهم بالمدارس هيدا الفكر، ومن وراء هالفكر ولدت الشيوعية اللي هي بنت الماسونية، وانتشرت مثل المرض الخبيث بالعالم كله. ومن بعد هالانتشار هون فتنا بفصل جديد سنة 1830 بباريس، نفس المدينة يلي خرج منها هالأفكار. ظهرت العذراء على القديسة كاترين لابوري، إحدى راهبات المحبة، عطيتها العذراء أيقونة اللي كان اسمها هالأيقونة ميداي دو ليماكولي كونسبسيون. ما كان اسمها الأيقونة العجائبية، أيقونة الحبل بلا دنس. شو صار؟ فرجتها شكل الأيقونة، يعني تخيلوا. بعد برجع بقول نحن اخترعناها، لكن روح القدس صممها وبعتها مع ام الله. أيقونة جاية من السماء، ما في ايد بشرية حطت اصبع عليها او نفسها او نكهتها او تصميمها، جاية من فوق هيك، روح القدس صممها. تخيلوا، يعني فرجتها للقديسة كاترين شكل الأيقونة وقالت لها تطبع أيقونات على هيدا الشكل. شافت ام الله سفر الرؤيا، المرأة الملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، الأفعى الحي القديمة مع 12 نجمة 12 كوكبا، وبتقلها تضعيها على هيدا الشكل. وحول الأيقونة الصلاة الشهيرة: أو ماري كونسي سون بيشي بريي بور نو كي افون ريكور افو، يا مريم البريئة من الخطيئة الأصلية صلي لأجلنا نحن الملتجئين إليك. بهالوقت انتبهوا، عائدة الحبل بلا دنس كانت الكنيسة بعد ما أعلنتها رسميا، العذراء عم تعلن أنه هي الحبل بلا دنس قبل ما الكنيسة تعلن العقيدة. وبين على الأيقونة قلب مريم وقلب يسوع، قلب مريم المطعون بحربة وقلب يسوع المكلل بالشوك، وفوقه حرف الأم مع الصليب. وشو بتقلها هون العذراء بعد ما فرجتها الأيقونة؟ بتقلها اطبعي، هيدا أمر، أمر جاي من فوق، اطبعي أيقونة على هذا الشكل، الذين يرتدونها سينالون نعما عظيمة خاصة إذا وضعوها حول أعناقهم. معقولة بعد لليوم ما في مسيحيين كاثوليك مش لبسين الأيقونة العجائبية؟ هيدا وعد، وعد جاي من فوق. ما بعرف شفتوا للشرق ويان اليوم، وانتشرت تحت اسم الأيقونة العجائبية قد ما عملت أعجيب، وقديش جابت انتصارات، ارتداد خطأ، شفاءات. وأهم أعجوبة، إذا دايما تحكوا على الأيقونة العجائبية، أهم أعجوبة لهيدا الشخص اليهودي اللي كان اسمه ألفونس راتسبون، يلي كان عنده كراهية للكاتلكة وللكنيسة الكاثوليكية، من وراء الأيقونة العجائبية ارتد. فهون بيقول عنا القديس ماكسيميليان كولبي: إن حقا سلاحنا السماوي، سماها سلاح كمان. وبيوصف الأيقونة العجائبية وبيقول القديس ماكسيميليان: كالرصاصة التي تصيب العدو في أرض المعركة، كذلك الأيقونة العجائبية تصيب الشيطان في معركة خلاص النفوس. طب شو ناطرين؟ نحن الكهنة قبل الناس العادية لازم نكون لبسينها ولازم نفرجيها لبرا، نحن مننتمي لإلها، هي قائدتنا. لكن الشيطان لما بيشوف هالميداي عن بعيد بيهرب، بيهرب. وهون رح خبر خبرية هلا مش من زمان، جديدة، عن أهم عبدة الشيطان والسحرة بالعالم، اسمه زاكري كينج بأمريكا. كان مع مدينة بروتستانتي، ربي بعيلة معمدانية، وأكيد ربيان يعني أنه المعمدانية هي المسيحية يلي بيعرفها. تعرف على جروب أولاد من هو صغير بالمدرسة، صاروا يلعبوا مع بعض فيديو جيمز تي في، لحد ما بلشوا يفوتوا بأمور السحر، الويجي بورد وتحضير أرواح تبصير. تعرفوا الشيطان ببلش شوي شوي، لو وصل لآخر شيء صار منتمي لتجمع مثل معسكر ساتانيست بتجمعوا فيه الكل، بلش يربى معهم. كان عمره 13 سنة، هو بيقول كأنه عمل معمودية مثل معمودية الدم، كرس حاله للشيطان
وبيع روحه للشيطان وكسر كل وصايا الله بهيدا العمر. وصل على أعلى رتبة بالسيستم تبعهم زكري كينج، بتسموه الهاي ويزرد، ما بعرف الساحر الأعلى الأعظم، مثل الساحر الأعلى. في يكون في 1 أو 10 ماكسيموم هاي ويزرد بنفس الوقت بالعالم. هو بيقول انه لفتره وحيده كان الوحيد الهاي ويزرد كانه الزعيم بالمعسكر تبعه. كان سحره عشو قايم؟ على الاجهاض وقتل الاجنه. يقدموا تضحيات للشيطان كرمال يقبل منهم السحر ويعطيهم قوه يقدروا يعملوا سحر قوي. كان يعملهم بمحلات، بمحل اسمه بوهيميان جروف، هيدا مثل محل بيتجمعوا فيه كل السياسيين والنخبة العالمية، رؤساء العالم يلي عم بينفذوا عمل الشيطان على الأرض. كان عنده رهبة، ما حدا بيقدر يقف بوجهه وما حدا كان قادر يقول له لا. كان عنده شغله العادي ستاند، محل مجوهرات بإحدى المولات. في نهار شوفوا شو صار معه، تيجي لعنده وحدة مرة بدها تشتري من عنده حلق ذهب. من بعد ما اشترتهم ودفعت له قالت له في شيء لإلك، بتقوم بتمد ايدها على جزدانها. هون هو افتكر انه جاي تبشره بشيء او مثل هول جماعات شو ده، وبتقوم بتسحب الميداي ميراكولوز من جزدانها. شوفوا شو بصير، وبتقول له جمله رح اقولها بالانجليزي، بتقول له The blessed mother is calling you into her army. الأم المباركة تدعوك إلى جيشها. هلا لأنه معمدانة، بتعرفوا المعمدانيين ما بيعرفوا شيء عن العذراء، ما عنده شيء براسه أي تيتر للعذراء، يعني كلمة blessed mother ما بيعرفها شو يعني، ما فهم شو يعني، افتكر عم تحكي مثل الوثنية عن الإلهة إيزيس أو غايا أو شيء إلهة من الآلهة. بهاللحظة قالت له It's very powerful، كتير قوية. هو هون انه عم بتقول له powerful، انا الpowerful، تعا تقلك انا شو بعمل بالسحر، تعا تخبرك شو عامل بالباور اللي عطيني اياها الشيطان. كان بده يتحداها وياخد الميداي منها ويكب على الارض ويدعسها. شو بصير معه؟ كرمال يقول له انه انا الفيري powerful. اخذ الميداي بايده، وهون بلشت العجوبة. اول ما اخذ الميداي حطها بإيده اختفى من المول، ما عاد موجود. شاف حاله بفراغ أسود هو والمرة لوحدهم، وبلشت المرة تقله عن الخطايا يلي عملها بحياته والسحر يلي عامله وكم عملية إجهاض عامل. كان واصل للمية وستة وأربعين عملية إجهاض، لأنه كان عم يقوى بدم الأطفال المجهضين. تتعرفوا قد ايه اليوم الشيطان عم يبسط ملكه على الأرض من وراء عمليات الإجهاض، هالدم الأطفال الأبرياء. ترجع مرة تانية بتقله المرة The blessed mother is calling you into her army، الأم المباركة تدعوك إلى جيشها. وهون هي عم تقول، وهون هو بيقول إنه فهمت بنعمة الروح القدس إن the blessed mother هي أم الله. فهم. وشو بصير هون؟ هون لما فهم العذراء ظهرت له، بتقوم بتكمشه بالايد يلي حامل فيها الميداي ميراكولوز وبتبرمه، وبشوف وراه يسوع الرحمة الإلهية طالع شعاعين من قلبه الأبي أحمر والأبيض وعم بلفوه، وبيفهم إنه المسيح بده يخلصه، فبيتوب وانضم للكنيسة ب 11 أيار 2008 نهار عيد العنصرة، وبيقول إن أنا وفهم انه الايمان الكاثوليكي هو الايمان الحق. والمره كان اسمها ماريان ويكمان. تخيلوا اهم ساحر كان موجود على الارض من وراء الايقونه العجائبيه تبع تاب ورجع للكنيسه الكاثوليكيه. ما في 10 سنين من بعد ظهور العذراء بريد دوباك، بتقوم العذراء بتسلحنا بسلاح جديد. وهيدا هاي رسالة الميلاد أو هدية الميلاد، هدية العذراء لإلنا بعيد الميلاد. سلاح جديد
ب 28 كانون الثاني 1840، ظهور ريدوباك 1830، بعد 10 سنين على القد ظهرت العذراء ظهور صامت لصبية اسمها جوستين بيسكي بيرو بفرنسا، كانت عم تعمل رياضة روحية بدها تتحضر تتفوت على الرهبنة على الدير عند رهبات المحبة في دو شاريتي. تظهر العذراء كانت لابسة ثوب أبيض طويل ومشلح أزرق فاتح، ما قالت شي العذراء. بآخر رياضة روحية ظهرت لها العذراء لجستين مرة تانية ورجعت تكررت عدة مرات لما فاتت على الابتداء. كل رؤية كانت مطابقة لأول مرة، بكل مرة العذراء ما قالت شي. بثمانة أيلول نهار عيد ميلاد العذراء نفس السنة 1840، من بعد ما لبست ثوب الرهبنة وفاتت على الدير، كانت الأخت جستين عم بتصلي، وهي عم بتصلي تظهر لها العذراء حاملة بإيدها اليمين قلبها طالع مشتعل بلهيب من النار، وبإيدها الشمال ثوب أخضر مؤلف من قطعة واحدة، وعلى الثوب صورة العذراء بنفس الشكل يلي ظهرت فيه من قبل، وحاملة قلبها بإيدها اليمين. بقفى الثوب قلب مريم منور أكثر من أشعة الشمس وشفاف مثل الكريستال مثل البلور. القلب كان مطعوم بسيف وفوقه في صليب مذهب، وكلمات حول القلب بتقول: يا قلب مريم الطاهر صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا. الأخت جستين هون سمعت صوت داخلي مثل لوكيسيون انتريور، مخاطبة داخلية عم بيقلها أنه العذراء تريد أن ينتشر هذا الثوب في العالم كله من أجل ارتداد الخطأ. هون أكيدة سير جستين دغري مين بدها تخبر؟ مرشدها الروحي بير جون ماري ألاديل، يلي هو كان نفس المرشد للقديسة كاثرين لابوري. كل شي صار معه خبرته. بعد فترة طويلة شوي من بعد صعوبات وعقبات بلش ينعمل الطوب وصار ينتشر شوي شوي بفرنسا، وبعدين طلع برات فرنسا. ومثل العادة بلشت أصوات اعتراضية تطلع وعقول مشككة ضد الطوب، شو هالخبار وشو عم بتخبرونا. فبقرر الأب بيرغونيو يلي كان النائب العام لجمعية العزاريين الأباء العزاريين انه يروح شخصيا لعند البابا الطوباوي بيوس التاسع ب3 نيسان 1870 كرمال ياخذ منه الموافقة الشخصية على الثوب الأخضر، وهالشي تم بنجاح. وهون بخبر الأب بيرغونيو، ولك شو بيقول؟ بيقول لما وصل لعند البابا: بعد أن تحدثت عن الثوب الأخضر للأب الأقدس أخبرته بتفاصيل أصله، كيف مع سير جستين وظهور العذراء لإلها إجا الثوب، مضيفا أنه تم الحصول من خلال هذا الثوب على نعمة الارتداد بين الخطأ قصات القلوب. وهلأ رح خبر هذا الثوب لشو. هذا الثوب جاي لمهمة وحدة بس، وهلأ كل الناس اللي عم تسمعني رح يقولوا بدنا الثوب، لأنه مش بالصدفة أنا تعرفت على الثوب الأخضر The Green Scapular. هون البابا بيسألوا للأبونا إذا معه شيء توب، بيقول له أكيد، بفرجيه التوب للبابا الطوباوي بيوس التاسع. بيمسك البابا التوب بين إيديه وبصير يتفحص وبيقول له: هذه صورة جميلة وتقية. وبيقول له: شو بدك مني أعمل لك؟ بيقول له الأبونا: ليس إلا أن تمنحنا الإذن لأخواتنا راهبات المحبة بصنع مثل هذا الثوب مع إمكانية توزيعي. هون بيقول له البابا برد عليه: إني أمنح الإذن الكامل لهذا، أكتب إلى هؤلاء الأخوات الطيبات أنني أعطي لهن الإذن بصنعه وتوزيعه. أخذنا الإذن البابا بالنسبة للجرين سكابيلر أو الطوب الأخضر. بابا بيوس الحادي عشر بي أونس كان عنده طوب أخضر محطوط على مكتبه حد الأيقونة العجائبية. ومن بعد ما انتشر الطوب بالعالم وعليه صورة قلب مريم، بوم البابا بيدوس بكرس العالم سنة 1942 لقلب مريم الطاهر، وبعد كم سنة بعين عيد رسمي لقلب مريم ب 22 آب. سؤال: شو المميز بهيدا الثوب؟ أو شو النعم يلي أنا بخدها إذا كان موجود عندي هيدا الثوب؟ أول نعمة اهتداء من ليس لهم الإيمان، يعني ارتداد الخطأ. وهلأ بخبركم كيف، هيدي كتير مهمة.
كيف نقدر نخلي النفوس تتوب من خلال هذا التوب؟ نعمة تاني، نيل سر المصالحة، الاعتراف والتوبة لمن ضلوا عن الإيمان. مين يعني؟ يلي انشقوا على الكنيسة. بتعرفوا حدا كان ماروني كاثوليكي وراح على البروتستان؟ التوب له شغله. هلا بقلكم كيف، في ناس ألحدت، في ناس فاتت مع جماعات مشبوهة، في ناس ما بعرف تركت الكنيسة، هذا التوب قادر يردهم. ضمان الميتة الصالحة، هيدي موجودة بكل أسلحة العذراء، إنه نوصل للحظة الموت مستعدين، وايا نضاف بحالة النعمة، ناطرين أم الله تجي تاخدنا. تقوية إيمان الملتزمين في الكنيسة، يعني إذا نحن بالكنيسة عم نجاهد بعض ناقصنا، التوب بيساعدنا نقوى أكثر بالإيمان. الحماية من إبليس لمن يحمل الثوب أو ينشره. لك شو حلو، هذا كمان الشيطان درع بخاف منه، وكمان يلي بينشره بياخد حماية. هلأ كيف منستعمل التوب؟ وهذا سؤال مهم، لأنه رح أخبر هلأ بعد شوي كم أعجوبة، بس كم أعجوبة للجرين سكابلر. ارتداء أو حمل التوب فينا نلبسه، فينا نضبه بجيبتنا، بس المهم يضل مرفقنا. تنساعد شخص آخر، ضعه في محيطه. هون السؤال المهم، يا أبونا أنا جوزي ما بيروح على الكنيسة، أبونا أنا ابني بيكفر، أبونا أنا حدا بيقربني ملحد، هذا التوب هو شغلته يرجع يرد النفوس. كيف يعني؟ إذا الشخص اللي مقابلكم ما قبل ياخده منكم يلي أنتو بدكن ياه يرجع يتوب، فيكن تضبوه بمحيطه، يعني بغراض بتخصه، بفرشته ورا صورته بجاكيته، بس المهم يكون شيء بخصه. وهلا بقلكم بعدين شو بصير من بعد ما هالشي يصير. ثالث نقطة، لازم نصلي أقله بالنهار الصلاة الموجودة على التوب. يا قلب مريم الطاهر صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا. صلاة تنقال لقلنا لنفوسنا إذا التوب موجود معنا، أو بتنقال للشخص اللي أعطيناه التوب. وإذا الشخص اللي أعطيناه التوب لو أخده وهو ما بيهمه بس أخده، نحن منصلي الصلاة عنه تحد ما يرجع يقدم توبة. أكيد بده يكون مبارك من الكاهن. ستة، بده يكون عنا ثقة بمفعيل التوب، بده يكون في ثقة. وهون العذراء بتقلها لسير جوستين مرة، أعظم النعم تأتي من استخدام الثوب، ولكن هذه النعم تأتي بما يتناسب بشكل مباشر مع درجة الثقة لدى لابس التوب. يعني قد أنا بوثق بوعود العذراء قد بلاقي مفعيل ونعم، وقد أنا عندي شكوك بالتوب ما كتير بستفيد. هون رح أحكي عن أول أعجوبة صارت من ارتداء التوب العجائبة مع شخص كان عم يشتغل عند الأشخاص يلي بيخيطوا التوب الأخضر. كان في عقبات أنه يتوب، شخص منه عايش إيمانه المسيحي، فجأة مرض وشعر أنه محاط بظلم روحية، خلص متضايق عايش بفراغ. نعطاه التوب الأخضر بس ما عطاه أهمية بالأول، بس أخده. صاروا الأشخاص العطيوية يقولوا كل يوم الصلاة، يا قلب مريم الطاهر صلي لأجلنا. هالصلاة بدأت تنقال. بعد 11 يوم كان عم يتعشى مع عائلته، فجأة قام عن الطاولة وركع قدام شخص العذراء، حمل التوب بإيده، باسه بتقوى وصار يبكي كتير. ومن اللحظة تاب، رجع وصار مسيحي، وقال هو إن الثوب كان الوسيلة التي بها تمت توبتي. وبساعة موته رجع مات، قال كم أنا سعيد. ومن هالوقت ها أول أعجوبة، من هالوقت صار في كتير عجائب وارتدادات من وراء هيدا التوب. أحد الأصدقاء يلي أنا بعرفهم اللي عايشين بالولايات المتحدة، بيو كان كتير مريض من فترة، وأنا من خلاله تعرفت على التوب الأخضر. فصار له فترة طويلة البي ما بيعترف، ما بيروح على الكنيسة، وحامل أخطاء الماضي وجروحات بقلبه وخطايا يعني. وابنه يلي هو صديق كتير عتلين همه، يعني إنه بي كبر ما في يتركه هيك، لازم يتوب، لا بيروح على القداس، لا بيعترف، لا بيصلي. جرب ابنه يقنعه بس ما كان يقتنع، مع انه بضل يصلي الورديه عنيته ويقدم قداسات عنيته.
وكان تبه كان لابس البيت بالكرمل وأيكون العجائبية، بس ما كان مؤمن فيهم مثل كتار أشخاص. في نهار من بعد القداس هو وظاهر ابنه من الكنيسة، بيقوم شخص ما بيعرفه بيعطيه الثوب الأخضر، وهون بيتذكر أنه كيف راحت عن باله أنه يستعمل الثوب لتوبة بيه. بالليل زي تعطاه لبيه قبل بيه يلبسه. برجع بقول لو الشخص ما قبل يلبسه بتدبوه بغراضه، بينما إذا هو أخده برضا كتير منيح. وابنه صار يصلي الصلاة المكتوبة عنية بيه: يا قلب مريم الطاهر صلي لأجنا الآن وفي ساعة موتنا. بعد ثلاثة أيام على القد قبل أنه يعترف، صار يروح على القداس ويتناول، والصلاة قال لي بعدني كل يوم عم قال له إياها كرماله يلي موجودة على الطوب الأخضر زجرين سكابلا. في أعجوبة بعد، وهذه صارت مع فتاة، هلا هي كانت يعني يتيمة تيتمت، كان عمرها 12 سنة، وأهلها كانوا عائلة كاثوليكية، قاموا أخذوها عائلة بروتستانتية ربوها على الفكر البروتستانتي يلي هو معادل للفكر الكاثوليكي. كبرت وصارت ناشطة مع الجماعات البروتستانتية وكراهية للعذراء والإربان، بتحكي ضد العذراء ضد الإربان. بس شو ما كان في سلام بقلبها، هي بتقول عيشي اضطراب. طبعا أكيد بتعيش اضطراب، اللي بعيد عن الإربان والعذراء كيف بده يعيش بالسلام؟ مرضت، فاتت على المستشفى، بتقوم الراهبة المسؤولة تعرف انه هيدي كان اصلا كاثوليكي وصارت بروتستانتية، بتقوم بتفوت لعندها على الغرفة الراهبة وبتعطيها الثوب الاخضر، بتستحي منها، بتقوم بتاخده وبتتركه معها بالمستشفى. صارت كل يوم تشوف الابونا عم بفوت عم بيعرف المرضى ويناولهم الاربان، كل يوم تشوف الكاهن عم بفوت يعرفه ويناول الاربان. هون يتذكر التربية اهلها لقلها، لانه هي اصلا كاثوليكي، كيف كانوا يروحوا هي وصغير على القداس ويصلوا الوردية. في نهار كانت الراهبة كل يوم عم بتصلي له لعطيتها الطوب: يا يا قلب مريم الطاهر صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا، عنيتها. في نهار بتفوت الراهبة اللي عندها على الأوضة، بتشوف هيك عيونها مدمعين، بتقول لها: شو بكي؟ قالت لها: بدي إياك تجيبي لي كاهن، بدي اعترف. بتنال الأسرار وبترجع لأحضان الكنيسة، بترجع بتقوي محبتها بالعذراء وعبادتها للإربان المقدس. هادك بس خبرتكن أعجبتان عن الثوب الأخضر. بعد في كتير أعجيب عن الثوب الأخضر، بس صار واضح أنه العذراء هي القائدة بهالمعركة، هي القائدة. صارت عطيتنا أسلحة خلاص النفوس، والثوب الأخضر هو إحدى الأسلحة السرية تنربح. تبوا هذا مهم، لأنه هذا للتوبة، تنربح القلوب المتحجرة، القلوب يلي ما بدها تعيش بالنعمة، القلوب يلي رافضة التوبة، القلوب يلي ما بدها العذراء، ما بدها الإربان، كل هالقلوب الكبرية، القلوب المتكبرة، هي هي. يمكن هلأ أنتوا عم تسمعوني عم بتقولوا أوف شو في ناس بعرفها بحاجة لهذا التوب، يمكن جوزي، ولادي، زميلتي بالشغل، جيراني، وأنا أكيد في كتير ناس بحاجة لهذا التوب. كل الأشخاص بتعرفون وبعاد عايشين بالخطية عطون هذا التوب الأخضر جرين سكابلر، وصلوا الصلاة المكتوبة على التوب كرمالهم. كل هالعلامات هي علامات تكرسنا للعذراء لقلب مريم. اليوم أنا لما أقول مكرس العذراء، هذه كلها علامات لازم استعملها أنا، وبالنهاية انتصار العذراء حيكون من خلال هالعلامات. لما قالت في النهاية قلبي الطاهر سينتصر، هو من خلال توب الكرمل، تكرس لقلبها، من خلال الوردية، من خلال الأيقونة العجائبية. هول الأسلحة اللي بده يساعدوا العذراء بالانتصار. هون بيقول خوري أرس في كلام لإله: إنه فقط بعد الدينونة الأخيرة ستستريح مريم من عملها. يعني بنهاية العالم بتقول عذراء: خي أمنت أولادي. فحتى تلك الساعة ستبقى منهمكة جدا في الاهتمام بأبنائي. نيالنا نيالنا، يعني العذراء عم بتنادينا تنساعدها برسالتها، وعم بتقلنا يا ولادي خلصوا النفوس، خلصوها. هون بيقول القديس ماكسيميليان كولبي وبختم بكلامه، وهذه الزوادة بقى نحملها هلأ بهالأزمنة الصعبة لنتهيأ للمعركة. حضروا حيلكم
ولنعمل بجهد. صوم وصلاة إيمات كي نخلص ونقدس نفوسنا والعدد الأكبر من النفوس، وبعد ذلك يمكننا أن نستريح بعد الموت. فأنا بدي إلا العذراء نشكره، ما منستحق كل هالأمور يلي عم بتساعدنا عن جد نوصل للأبدية. لو ما منا يمكن كنا ما منستحق نشوف الأبواب الدهرية، أبواب السماء، لو ما منا هي، لأنه هي باب السماء. يا قلب مريم الطاهر، صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا. آمين.